اتفضل. ده الواد اللي اسمه تاني صاحب احمد ناصر لسه بعت لي الرساله دي. لو حاجه حصلت لاحمد ناصر صاحبي انا هنزل لك مخصوص وهتبقى رحمه امي نهايتك. لا ورحمه امي لو الاسم بقى الباشا اللي انت قلت لي عليه سندك وطلعك انت والواد اللي لسه الرساله جايه دي دلوقتي. شغل البلطجه ده عند امك يالا، فاهم؟ شغل البلطجه ده عند امك. وبقول لكل اللي بيساعدهم وبيساندهم، شفت بقى البلطجه وصلت وانا بتكلم في المؤتمر بيقول هينزل عشان تبقى نهايتي. يا اللي ساعدتهم وساندتهم وجبت عمر جابر وابوه واجبرته على التنازل عشان قاعد تطلع، اخبارك ايه؟ اقول اسمك؟ هديك فرصه اخيره، اقسم بالله العادي لو ما اتحاسبت اقول اسمك ووظيفتك ونفوذك. لما عايز زي ده وانا بتكلم في المؤتمر بعت لي رساله بيقول لي لو حصل حاجه لاحمد ناصر وعامل له قضيه، الواد ابراهيم عامل له قضيه، هيوريني نهايتي. شفت ان انت حاميهم؟ شفت البلطجه الجديده؟ شفت هتتعايل صايع بيهددنا عشان الباشا اللي سانده اللي انت بنفسك حكي لي. اسمع الناس انت قلت ايه؟ واسم الباشا وجابوا عمر جابر ازاي؟ وارغموا على التنازل ازاي؟ لم نفسك يا ابني. لم، مش عايز الاخوان ياخدوا الاسم ويشهروا بيه بره. يقول لك هي دي مصر. مصر مش انت ولا الافندي اللي واقف وراك وجاب عمر جابر في مكتبه واجبره للتنازل. عشان تطلعوا. شغل اللي قاعد بتعمله في البتاع يالا، لا من رود الفرج يالا ومن شغل يالا ولا ده. انا لو كحيت يالا كحيت بس اكومك انت وحدك. لا انا فلاح ما بشغلوش مركز من عمري يالا. فوق يا فوق وهنزل على صفحتي بقى وانت بتدوس دماغي بتقول لي حقك عليا. هنزلها على صفحتي عشان الناس تعرف انك جبان. واحمد موسى معانا، احمد ناصر معانا، احمد عبد القادر معانا، خيبه هو ابراهيم ده عشان غلبان ينضرب. طب ايه رايك بقى اللعيبه جشعه اللي تنزل التمرين؟ لان كل اللعيبه مرتبطين بالواد ده. عايز تعمل فضيحه عالميه؟ راح تضرب ولد يا ميكروباص مليان بلطجيه زي ما عملت مع عمر جابر. وانا اقول لك يا مامي، لا انت يا مامي انت يا اخوي، ولو راجل انا الولد عايز اشوفك. وبقول اللي سانده كفايه بقى، كفايه الواد فضحكم والله العظيم فضحكم. وقال لي هنا رفضوا وهنا قال للواد هات الواد. تهددني يا ابو شخه؟ لا ده انت تقريبا بتنام مش لابس حاجه فبيجي لك احلام كده. الاحلام دي هتخلي لك كوابيس. والرساله دي هتتبعت لكل مسؤولين الدوله عشان اللي بيساندهم بيعرفوا يقولوا كفايه بقى، كفايه كفايه بجد كفايه. عايزين اوديك حته صغيره صغيره كده. مين اللي بدا الخيط؟ محافظ في احدى المحافظات. ده بدايه الخيط، عرفت بقى؟ بدايه الخيط. سياده المحافظ. مش هتكلم اكتر من كده، مش عايز الان الاخوان يقعدوا بقى يطنطنوا وتفضلوا فلان وفلان وفلان. مش هتكلم اكتر من كده. كفايه. وانا معاكم على هواك دلوقتي بيقول لي المنزل ما تنزل يا سياده المحافظ. ده زكي باسمك عندي في مكتبي. وحضرتك كلمت مين وكلمت مين وكلمت مين؟ اللي قرروا ان عمر جابر يجي بالكتف عشان يتنزل. وجاب ابوه كابتن محمود جابر نفس القصه.
اتجوز. الدولة كلها عرفت والرسالة موجودة، هبعتها لكل أجهزة الدولة. وأقسم بالله الآية دي لو اتحسبت لو الاسم اللي سندته، أنا ما بخافش أنا من الخلاف، بس أنا عايز أحافظ على بلدي وسمعة بلدي ومؤسسات بلدي كلها. أنت كنت مشغل يا مين؟ بيكلم مين؟ طب يلا اتفضل سمعونا بقى. أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق بتوع القايمة، مين اللي عمل لهم القايمة؟ سمعنا يا ابني. كلمت أنا ممكن أرد عليك؟ أه. فتح تليفون. مصر ولا بره؟ لا في الجونة. الجونة؟ إزيك يا جنرال؟ رئيس النادي القاضي. طلع مش عايز أقول لك يعني كلمتين دول عندي في الدنيا. وانا عندي احباط كبير من اعرف عن الموضوع اللي بنزله، بس عندي احباط، بس كان هو ده بيخليني اقدر الاحباط اللي بروح لها دي. لا ما احنا شغالين مش هنسكت ومش هنعمل. وانا قلت انت ومصطفى تيجوا ومعاكم عبد الله وحيد ونحاول نسمع لك. انا هنهلك؟ مش فاهم انا. موضوع عايز اروح نسيبه وما تقعدش هنا. معرفش هو بيتكلم مع مين يعني. قلت له مع احمد سليمان والحق وعيدين ومعاه مصطفى عبد الخالق وهاني وعبد الله والخوي اللي اسمه عبد الله. معرفش ده ايه ده ماشي ماشي. قلت له والله الناس بتتكلم من الناس دي يعني اكثر التصاف في جميع عمرنا في الوقت ده. لا حق وانت حق ان اي واحد وانت وانت وانت. قلت له احنا متشكلين وانا أخبرت إن الأرض الأمور كويسة، قلت لها بجد بس أنا كلمني، حطيت دراعي ما بتكلموش خالص يعني قلت له حاجة كويسة. طلع لسه بكلم واحد من المهم فهمت وزير العدل وطمن إن الأرض الأمور كويسة إن شاء الله. ربنا يخليك متشكرين متشكرين. ما حددتش ليه معاك ده؟ ما في الجول رحت أجازة بقى لغاية شهر نسيت. قلت له اولا في ناس كلمته كتير، قلت له من لعبه البيت بتاعنا انت واحد بس. كان معايا سرعة التليفون التاني. لسه الاسبوع اللي كان انت ما كانش راجل ليه؟ قلت له ما فيش كلام. بس يجي لي الاخبار بيجي له انا مش عايز اي حاجه كده. قال لي اكلمه معايا نقله وارد عليك ارد عليك. صراحة يعني صراحة رفع معايا وطلع حاجه. لان الفلوس اللي جاي اتحكم فيها الموضوع خلاص الفلوس بتاعت العقد ده العقد ده. في انتخابات جاية الموضوع هيبقى كبير. أساسي. إيه؟ هو اللي يركز معاك. خلاص؟ لا ساعتها لو ربنا كرمه أي حاجة يتكلمنا بقى مشروع موضوع بس وزي ما قاعد أنا مش طايق. لو ربنا كرمه مش عارف. لا. أنت أنا